جمع الفيلم السادس من سلسلة أفلام الساحر الشاب هاري بوتر المقتبسة من روايات المؤلف البريطانية جي كي رولينج ثروة كبيرة. في أسبوع إطلاقه فاحتل بجدارة مركز الصدارة بين الأفلام المعروضة في صالات السينما الأمريكية. وذكر شباك التذاكر أن فيلم هاري بوتر والأمير الهجين من بطولة البريطاني دانييل رادكليف احتل المركز الأول وفقت إيراداته 79 مليون دولار، وحل فيلم العصر الجليدي فجر الديناصورات المركز الثاني بإيرادات تقدر بأكثر من 17 مليون دولار، والثالث من نصيب فيلم المتحولون.